مساء الخير. مساء الخير. مساكم الله بالخير. Good evening. ونساء. مساء الخير. يسعد مساكم. شو بسنجيني من الرجل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مقندان قبي. Good evening. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. مساء عليكم الخير مشاهدين في حلقة جديدة من مساء الخير، مواضيع متنوعة جهزها فريق الإعداد لحلقة اليوم، وأكيد أمسي على العزيزة أسماء. مساء الخير. مساء الخير عصام، وأمسي بالخير على كل من يتابعنا في هالساعة، ساعة بتقضونها معنا بتناقش فيها عن محاور مختلفة وإنجازات مميزة لمنتخبنا الوطني لكرة السلة. اليوم عصام يعني حلقتنا رياضية بامتياز. نعم نعم، ونتكلم عن لعبة أصبحت لها شعبية جارفة، وأنا شخصياً أحب هذه اللعبة، أحب أشوفها طبعاً. نعم. ما بقول ألعبها على أساس أنها تقول كالعادة، لا لا لا، أنا أشوفها وأستمتع بها وتابع حتى يعني كذا دوري. حلو. نعم. مشاهدين، كرة السلة من الرياضات المحبوبة في مملكة البحرين، تأسست هذه الرياضة في وقت مبكر، ومن ذلك الوقت إلى الآن شهدت تطور ملحوظ ومستمر، حيث تعتبر مملكة البحرين عضو فعال في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتشارك في العديد من البطولات والمنافسات الدولية. نتابع في هالتقرير وراجعين. تحظى كرة السلة البحرينية بشعبية كبيرة بين الشباب والبالغين، كما تشتهر البحرين بتنظيم العديد من البطولات والمسابقات في كرة السلة على المستوى المحلي. تتمتع كرة السلة البحرينية بتاريخ طويل ومتنوع، يعود تأسيس اتحاد كرة السلة البحريني إلى عام 1963، وقد تم تطوير اللعبة وتعزيزها على مر السنوات. تشتهر البحرين بالفرق القوية التي تشارك في المسابقات المختلفة. تتميز البحرين بوجود العديد من النوادي الرياضية التي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير كرة السلة. تنظم هذه النوادي بانتظام بطولات ودوريات محلية، وتوفر بنية تحتية وتدريب عالي المستوى للشباب الموهوبين. واحدة من أبرز البطولات في كرة السلة البحرينية هي دوري السلة البحريني، الذي يجمع بين الفرق المحلية في منافسات مثيرة. تقام المباريات على مدار العام وتستقطب جماهير كبيرة من محبي كرة السلة. تشارك البحرين أيضاً في المسابقات الدولية لكرة السلة، حيث تمثل المنتخبات الوطنية للبلاد في البطولات القارية والعالمية. يسعى اللاعبون البحرينيون الموهوبون إلى تحقيق النجاح وتمثيل بلادهم بأفضل طريقة ممكنة في هذه المنافسات. بصفة عامة، تعد كرة السلة البحرينية رياضة شعبية ومحبوبة، وتلقى اهتماماً كبيراً من قبل الجماهير واللاعبين على حد سواء. تساهم هذه الرياضة في تعزيز اللياقة البدنية والصحة، وتعزز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية بين اللاعبين. مشاهدينا، كرة السلة من الرياضات الجماعية اللي تتمتع بشعبية جارفة، حتى أنها في بعض البلدان فاقت شعبيتها شعبية كرة القدم على مستويات عالمية. احنا نتكلم، وعلى المستوى المحلي أيضا تحظى يعني هذه الرياضة بتفاعل حماسي كبير من قبل الجماهير البحرينية. نعم، حلقتنا اليوم راح تكون خاصة بمنتخبنا الوطني لكرة السلة، والحديث أكثر حول هالموضوع يسعدنا أن ينضم معنا اليوم سعادة السيد محمد العجمي، مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. يا هلا مرحبا فيك، ومساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياك الله. امسي عليكم بالخير ومسي على الجمهور بالخير. حياك الله. واتشرف اني اكون وياكم في شرف الله. الله يسعدك.
بداية حابين نتكلم عن استعداداتكم للمشاركة في كأس آسيا 2025. استعداداتنا كانت في قطر بطولة دولية الودية، استفدنا منها، لعبنا مباريات خسرنا فيها وفزنا فيها، بس مو بمقياس، هي يعني تعتبر إعداد حق التصفيات اللي الحين احنا فيها. طبعا انتم مقابليني عقب خساره امس، انا وايد متضايق منها. ما علي، عقب الخساره ان شاء الله ان شاء الله بنعوض، بس ان الاداء ما كان يعني المطلوب، بس ان شاء الله القادم افضل باذن الله. باذن الله. يعني انتم بديتوا التدريبات طبعا من شهر فبراير. اي نعم. شلون كان وضع التدريبات بشكل عام؟ احنا واجهتنا مشكله لان عندنا مشاركات لانديه، لاعبين المنتخب يشاركون ويا انديتهم. نعم. مثل لاعبين المنامه والمحرق. نعم. بطوله توصل، فما اكتمل الفريق عندنا الا تالي عقب ما خلصوا تصفياتهم او بطولتهم، او للحين ما خلصوا وقفت، فالحين اكتمل على اخر الوقت، اكتمل الفريق ورحنا على طول البطوله الوديه الدوليه اللي في قطر، هني اكتمل الفريق. يعني قدرنا نلعب منظومة. واجهتنا شوي إصابات في اللاعبين، لاعبين مهمين شوي مأثرة علينا، بس إن شاء الله بنتخطاها بإذن الله. نشوف وجوه جديدة في المنتخب البحريني لكرة السلة. هل نقدر نقول أن هذه يعني بواشر جيل جديد لكرة السلة البحرينية؟ أي نعم، أنا والله يعني دائما أذكر أن نحتاج وجوه جديدة في المنتخب، لأنهم بيعطوني قدام. نعم. هدفي مو بتحقيق الحالي كثر ما أنا أشوف قدام أكثر، فلما أعطيهم فرص بيحتكون، بيكتسب خبرة، خليط هو صاير بين الجيل الجديد، عندي جيل جديد، عندي وسط، عندي من القدامة، فكلهم مع بعض صايرة منظومة يعني تبشر بالخير. نعم. لو سلمك الله بنتكلم عن المنتخب الرديف. نعم. تقييمك لهذا المنتخب؟ ما بي يعني ما اقدر امدح شغلي اقول لك ممتاز. انا اشوفه جيد، يعني جيد جدا، ومنهم شفنا العناصر منهم حاليا ويا الفريق الاول موجودين معنا. نعم. ثلاث عناصر تقريبا. نعم. ففكره ان الرديف يلعب في الدوري فكره من زمان يعني مطروحه، وكانت لازم تصير من قبل، لان فيها احتكاك، فيها ويكون عندك بديل، يعني نفس ما نقول عندك سبير. صحيح. موجودين لاعبين. نعم. فريق كامل، والحمد لله طلعنا بثلاثة وإن شاء الله أكثر إن شاء الله. جميل. ننتقل للحديث عن نقطة مهمة جدا، واللي هي دعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرياضة كرة السلة، وأيضا حضوره لتدريبات المنتخب. نبي نتكلم حول هذا الدعم لمنتخب كرة السلة البحرينية. طبعا هذا شيء كبير بالنسبة لنا، وسمو الشيخ خالد داعم أول للرياضة بشكل عام، ويعني الدعم شيء كبير لنا، يعطينا حافز أو طموح للتحقيق. طبعا هو هدفه نفس اللي قاعد يسويه في كل الألعاب، سوى دوري خالد بن حمد الجيل الذهب. نعم. كلهم صغار، دعم لأنه هو يشوف بعد قدام أن هذين هم المستقبل. نعم. فدعمهم ممتاز، وحضوره لنا في التمارين اللي هو مشروع عملاق. نعم. اللي طرحناه في الاتحاد، حضر يبغي يشوف هالمشروع، يبي يشوف الجيل الجديد. نعم. اكتشاف المواهب اللي احنا من برنامج عملاق اكتشفناها، هي فكرة عملاق انه يكون انت طويل جالس في بيتكم تلعب لعبة ثانية، لا احنا بنكتشفك انت تلعب سلة. فهالشيء يعني فرح سمو الشيخ خالد وحفزه وحضر وشافه بعينه. نعم. الحمد لله. نعم. سلمك الله، يعني احنا نبي نختم برساله منك، يعني احنا شفنا سلمك الله منتخبات يعني خسروا مباراه وفي النهايه فازوا بالبطوله بشكل عام، فبالتالي احنا اليوم
واثقين تماما. يعني انت من الكوادر الله يسلمك، الله يسلمك، اللي قادر انها هي يعني ترفع الروح المعنويه ان شاء الله، وقادره تحدث التاثير الايجابي حقيقه. افعالك يعني تشهد، الله يطول بعمرك، الله يسلمك. مشكور. فبالتالي احنا نبي رساله منك توجه بها طبعا الى الجماهير البحرينيه، وايضا رساله بخصوص استضافه مملكه البحرين في طبعا 2024 لبطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة. اي الله يسلمك، احنا نتعلم هالشيء من قيادتنا. نعم. قيادتنا دائما عوديننا على ما في شيء اسمه يأس، ما في شيء اسمه بس هذا حدي. نعم. طموح، كله يبغون احنا نكون في الامام، فهالشيء نكتسبه منهم، سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد، فتعلمنا هالاشياء منهم. رسالتي للجمهور لا تيأس، خسرت اليوم باكر بتفوز. نعم. تشتغل صح، تعلم من أخطائك. نعم. بالتعلم، وأنا شخص في تيم، أنا وياي تيم يشتغل، وعندي لاعبين إن شاء الله أنهم قد هالثقة. نعم. اللي يمثلون البلد خير تمثيل، إن شاء الله الجاي أفضل، وبطولتنا بشهر 9 إن شاء الله، قلتها بطولتنا هذا من نوع الحافز إن بناخذها إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله شهر 9 استضفناها في البحرين، فبتكون مستوى منتخبنا حاليا يعد من افضل المستويات في الخليج. نعم. واسيا تصنيفه يعني مو بسهل، ان شاء الله ما بتطلع من هني بفضل الله وجمهورنا ودعمه. واحنا اكيد ما نبي نختم بدون ما نعرف استعداداتكم لهذا الحدث اللي راح يصير في شهر سبتمبر باذن الله. طبعا هذا الحدث بيكون يعني بيكون على اخر قبل بعد تصفيات النهائيه للاولمبيات. نعم. اللي بتكون في بورتوريكو، بنروح معسكر قبلها ان شاء الله باذن الله، ما حددنا، بس يفضل ان انا يعني حاط مقترح ان نكون. نعم. بامريكا ميامي، لأن نفس أجواء بورتوريكو، بتكون نفس التوقيت، ما في فرق الجت لاج، فبيكون عقبها بشهر تقريبا، أقل من شهر، شهر 9 تكون. نعم. بطولة كأس الخليج. نعم. فنكون جايين إن شاء الله مستعدين، لاعبين بطولة قوية مع فرقة قوية مثل المكسيك، ليتوانيا، هذيل يعني عمالقة في السلة. نعم. وإن شاء الله أن بنقدر عليهم، والله يوفقنا، نتأهل أولمبيات وناخذ كاس الخليج. يعني هذه الثقه اللي نلمسها عندك الله يسلمك، يعني تخليني انا بعد اسال يعني قبل ان اختم. تفضل. الله يسلمك، يعني شنو الميزه او الخصوصيه اللي يتمتع بها اللاعب البحريني، لاعب كره السله البحريني من وجهه نظرك، بما ان انت طبعا حريص على حضور. نعم. التدريبات. اللاعب البحريني ميزه، مو بس اللاعب، كل بحريني ميزه، في 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 الشغف، في الطموح. نعم. الاصرار، يعني تحسه تلمسه فيه، بس يحتاج الفرصه. نعم. يحتاج وقت، لأن مع الوقت، مع التعلم من الأخطاء، بيوصل لهدفه. وعندنا أكبر دليل سمو الشيخ ناصر، كم سنة نطر وهو يركب خيل عشان يحقق بطولة كأس العالم، عقب تقريبا 25 سنة أو 23 سنة حققها. صحيح. والحمد لله. الحمد لله. فهالشيء قلت لك احنا نلمسه من قيادتنا، الإصرار، العزيمة. نعم. ما توقف. نعم. إذا بنتكلم عن فئة الأشبال أيضاً، هل إحنا مقبلين على مرحلة جديدة معاهم؟ نعم، هم الهدف، يعني هم. نعم. دوريهم، برنامجهم من سمو الشيخ خالد بن حمد. نعم. المتابعة صايرة من الاتحاد ومن الهيئة. حلو. فهم تركيزنا، نصنع جيل جديد يكون نقول عمل احترافي من صغره. نعم. لين يكبر يكون هو جاهز إن شاء الله. يعني على ذكر الجيل الجديد سلمك الله، بالنسبة حق العنصر النسائي، إقباله على هذه اللعبة، والله تفاعل ما شاء الله، إقباله. نعم. كبير. نعم. أنا يعني أنا حزين إنه ما عندنا منتخب نسائي، هو مو بما نبغي، بالعكس نبغي، بس مشكلة ما عندنا دوري نسائي، أو ما عندنا أفرقة تكفي إن نسوي دوري نسائي. نعم. عشان أقدر أخذ منه منتخب، وعندنا كانت مشاركة قريبة نسائية للنادي الأهلي، شاركوا وما شاء الله حققوا نتائج حلوة. ممتاز. نعم. ممتاز. ممتاز. يعني هي والله الحمد ثقافة. نعم. أي رياضة هي ثقافة سلمك الله، وبدأت تتكرس عندنا إحنا بشكل حضاري. أكيد. وبشكل أكيد. جميل. المباراة هذه كلها هي عبارة عن جولات، يعني إحنا نخسر جولة نكسب جولة، لكن في النهاية البحريني مثل ما تفضلت عنده الإصرار والعزيمة. صح. على. نعم. أن يكسب المعركة، خلينا نقول إحنا قالوها معدنا ذهب، معدنا ذهب الله. نعم. يسلمك. والدعم يعني أيضا حلو، يعني نعم. أن
يعني احنا بعد نسوق اعلاميا اكيد لانجازاتنا في هذا المجال. نعم. عندنا انجازات كثيره حقيقه. نعم. الدوري مالنا احنا دوري حماسي بمتاز. اقوى دوري في الخليج. نعم. يعني هاي الشهاده محصينها من برا. حتى يوم انا طلبت استضافه كاس الخليج هو كانوا ماخذين اخواننا في الكويت. نعم. احنا كنا ماخذين فئه الشباب. نعم. وهم الرجال. انا استاذنتهم طلبت منهم نبغي الرجال. قالوا ايش معنى؟ قلت انتوا عارفين ايش معنى جماهيريا، يعني احنا ما شاء الله كبيره عندنا الحضور، كبير عندنا في الصاله ويملون الصاله. ووعدتهم اني بسوي شيء يعني بعد وقفة من كاس الخليج، تقريبا وقف من بعد كورونا سنتين أو ثلاث، قلت لهم بنسوي شيء مميز كعودته. نعم. ووافقوني وما قصروا أخواننا وعطونا الاستضافة وبدلناهم، هم أخذوا الشباب وإحنا خذينا الفئة الأولى. فإن شاء الله الجماهير هي اللي بتكون الفاصل إن شاء الله في البطولة بإذن الله. بحكم دعمك ومتابعتك للأندية البحرينية لكرة السلة، شلون تشوفهم وشون رأيك؟ ما شاء الله في إنجازات. قبل فترة محققين نادي المنامة. نعم. بطولة الآسيوية. الحين هم نادي المنامة ونادي المحرق في بطولة وصل. ما شاء الله عليهم، ما عليهم خوف. بس عندي رسالة حق بعض الأندية. نعم. تفضل. حطوا على نفسكم شوية، يعني أثبتوا نفسكم في الدوري. نعم. يعني الواحد ما يكون طموحه اني اشارك وخلاص. صحيح. هو سلمك الله، لان حتى لو تلاحظ احنا المنافسه يعني محصوره عندنا بين افرع، يعني اربع عفوا افرقه تقليديه. نعم. نعم. وصاير في بون شاسع يعني بين هالاربع الافرقه وبين هذا اللي انا اقول. انا قاعد اشوف في بعض النوادي للامانه قاعد تتحرك، قاعد تشتغل، قاعد تجتهد. وان شاء الله يحققون شيء. يعني ما بقول لك نبغي نشوف افرقه جديده بإذن الله، لأن ما نبي نفس ما قلت محصورة. يلا بركات الله ثم مجهودكم. الله يطول إن شاء الله. الله يسلمك. سعادة السيد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كل الشكر لك وتمنياتنا. أنتم اللي مشكورين تحت هالفرصة لنا، واستمتعنا وياكم بالحوار. وإحنا أكثر. الله يسلمك. موفقين دائما. مشكور مشكور وياكم يا رب. شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا رياضيا طبعا لها بصمات مميزة عالميا، والمنتخب الوطني لكرة السلة حقق سلسلة من الإنجازات ورفع اسم مملكتنا في محافل مختلفة. خلونا نتوقف مع هذا التقرير وراجعين. بطولات عالمية وانتصارات مشرفة حققتها مملكة البحرين رياضيا، وتعتبر المملكة من بين الدول المتميزة في المجال الرياضي من خلال تحقيق نجاحات ملحوظة في مختلف الألعاب الرياضية، وتصدرت العناوين العالمية. الاتحاد الرياضي لكرة السلة والمنتخب الوطني بلاعبيها المتميزين وضعوا بصمة خاصة ومميزة في هذا المجال بفضل الدعم المستمر للرياضيين وتوفير بيئة تدريبية متقدمة وبرامج دعم الأداء الرياضي. وهالأمر يعكس التزام المملكة القوي بتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الرياضية. حقق المنتخب الوطني لكرة السلة قفزات مشرفة، منها التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة البحرينية والعديد من البطولات والإنجازات المتواصلة، وهي ثمرة رعاية القيادة وما تحظى به اللعبة من اهتمام بارز كان له أثر واضح في تبوء كرة السلة مكانة عالية في الساحة الآسيوية وحجز مقعدها بين دول العالم المتقدمة. ولا بد من تسليط الضوء على الأداء القتالي والرجولي للاعبين والتهيئة المثالية للجهازين الفني والإداري. مشاهدين، نضيفنا في هالفقرة لاعب ونجم منتخبنا الوطني السابق لكرة السلة، ويمتلك خبرة كبيرة واسعة في رياضة كرة السلة، ذكي وطموح ودائما يرغب على أن يكون من الأوائل في هاللعبة. ضيفنا في هالفقرة لاعب كرة السلة محمد قربان والملقب ببرونو. يا هلا مرحبا فيك ومساك الله بالخير. يا هلا مرحبا فيكم، مساء الخير. مشكورين على الاستضافة. نعم. وبعد في لقب ثاني له.
الاخطبوط. الاخطبوط. تو سعادة المستشار قال لنا الله يسلمك قبل اللقاء. يعني بداية احنا حابين يعني اليوم نتكلم عن المشهد العام لكرة السلة، انت شلون تشوفه اليوم؟ كيف تصفه؟ طبعا كرة السلة في البحرين يعني الكل عارف ان لها شعبية كبيرة. نعم. يمكن يوم شعبيتها حتى تساوي كرة القدم. وتفوقها في بعض البلدان. يمكن أكثر خصوصاً من ناحية جماهيرية من ناحية. فاحنا يمكن بس الفترة الأخيرة يعني يمكن نتكلم عن آخر 10 سنوات أو 15 سنة. نعم. يمكن قاعد يصير عندنا شوي الموضوع إنه يصير up and down. ففترة تكون يعني اللعبة واصلة للقمة وتي فترة إنه نشوف شوي في انحدار في مستوى اللعبة. نعم. اليوم شلون تشوف منتخبنا البحريني لكرة السلة من خلال مبارياته؟ والله بالنسبة حق يمكن آخر مبارتين كل منتخب ما قدم الشيء اللي احنا متعودين عليهم، خصوصا بعد ما صار هاي المنتخب صار منتخب شاب. آخر مبارتين شوي يعني المنتخب ما قدم المستوى اللي مفروض يقدمه. ممكن هاي بقى يمكن ظروف يمكن سبب كان الإصابات، يعني عندهم يمكن 3 لاعبين ثمنهم صارتهم إصابة في وقت يمكن حساس، يمكن لخبطت الأمور الفنية عند المدرب. يعني أنت تتكلم اليوم أو الآن عن ظروف خاصة بالمباراة، ولكل مباراة ظروفها، لكن لو بنتكلم عنهم هم كلاعبين كخامة كمهارات كروح كإصرار، شلون ممكن نتكلم؟ بالعكس الفترة الأخيرة يعني نتائج المنتخب واضحة، وايد تطور صار في المنتخب، صار عندهم هدف أن يسوون فريق شاب وفريق طموح، ولاعبين ما شاء الله عليهم يعني صغار وقاعدين يسوون اللي عليهم. واشوف ان اداره المنتخب يمكن نجحوا في هالقرار، يمكن كان شوي قرار جريء ان انت مره واحده تبدل المنتخب، يمكن نتائج دايركت يعني تكون عكسيه على المنتخب. بس الحمد لله يعني الفتره الاخيره المنتخب قاعد يقدم يعني بعض المباريات ضد منتخبات اسيويه عملاقه، قاعد يقدم مباريات جدا كبيره، وتفوقنا حتى في بعض المباريات اللي ما حد كان متوقع ان احنا نفوز فيها. نعم. ما شاء الله عليك، مثل ما ذكرنا في البدايه ان انت خدمت منتخب البحرين لكره السله لسنوات طويله، نبي نتكلم عن ما قدمته خلال هذه السنوات. طبعا هاي الفتره كانت من احلى الفترات دائما تكون حق اللاعب، يعني خصوصا ان في لاعبين يمكن يحلمون يكونون لاعبين في المنتخب. فالحمد لله انا وصلت منتخب، وصلت فتره كابتن منتخب، فهاي الشيء صراحة أعتز فيه، ودائما يعني دائما أنصح اللاعبين أقول لهم هاي الفترة دائما فترة قصيرة تكون، ما تكون فترة طويلة، فحافظوا عليها ويعني حطوا بالكم، حاولوا تقدمون استثمروها صح. سبحان الله الكلمة هذه كانت على لساني. يعني طيب هذه بالنسبة حق الجانب يعني الجانب الفني أو الجانب، بس كجانب إداري يعني هل ممكن إن إحنا نشوفك يعني اداري منخرط في العمل الاداري؟ والله للحين للامانه ما حددت يعني ان شنو بسوي في المستقبل، خصوصا بعد ما يعني بتدرب انت كرة السلة. للحين والله ما قررت، ما قررت اني اكون مدرب والله اكون اداري، والله للحين ما قررت بالضبط. نعم. اذا بنبتعد شوي عن اجواء المنتخب، نبي نتكلم على الانديه المحليه، وشلون تشوف حظوظ النادي الاهلي حاليا؟ حظوظ الفريق يعني المفروض تكون حظوظ زينه. اوكي، وتكون يعني اتوقع تكون متساويه مع المنامه او مع المحرق، يمكن في ناس شوي عاطين افضليه حق المنامه، بس احنا عازمين ان شاء الله هالموسم الاهلي. يعني نعم. احنا بالنسبه حق رجعتنا احنا يعني الفريق بس يمكن السنه اللي طافت ما توفقنا، بس السنوات اللي قبل كنا دائما يعني موجودين في منصات التتويج ونحقق البطولات، وان شاء الله عازمين احنا هالسنه نرجع بقوه مره ثانيه على اساس نحقق الالقاب. يعني انت تكلمت بشكل عام ان هذه الفتره فتره قصيره ويجب ان تستثمر بشكل يعني يعود بالنفع على اللاعب وعلى المنتخب وبالتالي على المشهد الرياضي المحلي. اكيد مثل ما تشوف انت اللاعبين صغار حاليا في المنتخب. نعم. يعني لازم اللاعبين يشوفون شنو اهداف المنتخب المرسومه. المنتخب قادر يحقق شيء يمكن الاجيال اللي طافت ما حيقدر يحققها، حتى هم كلاعبين لازم يخلون هاي الشيء تارجت في راسهم، انه يمكن احنا نكون اول ناس نحقق بطوله خارجيه حق البحرين.
ما حد قدر يحققها من قبل. زين احنا في معلومه بنقولها لك يمكن تساعدك يعني في اتخاذ القرار. انت الحين قلت ما ادري، احنا سعاده المستشار ابو ناصر قال في حال لو اعتزل بنجيبك اداري. هذه معلومه احنا وصلناها لك. زين انت خلها بينك وبين نفسك وبتساعدك انت في اتخاذ القرار. بس نرجع حق مره ثانيه اللاعبين، يعني انت تكلمت بشكل عام، لكن خلونا احنا بعد نوصل يعني نصائح محدده. يعني ايش تنصح اللاعبين الان الشباب اللي دخلوا المنتخب كنصائح خلينا نقول فنيه؟ ايه مثل ما قلت لازم يخلون عندهم اهداف، لا يفكرون ان روحه المنتخب هي بس مجرد سياحه، والله خلي عندهم هدف. ما حد حقق من قبل بطوله خليجيه او خارجيه او اقليميه، فهاي فرصتهم. لا يسمعون كلام احد يقول لهم المنتخب مضيعه وقت والله ما يفيد. اليوم المنتخب بيساعدك حتى انت كلاعب ان تحسن حتى من عقودك ويا النادي، ويا يعني وايد امور تتعدل لك اذا انت كنت موجود في المنتخب هاي فتره. حاول مثل ما قلنا ان تستثمر فيها، اذا يعني مع الايام هاي الفتره راح تنتهي وراح بعدين يمكن نفس اللي تندم عليه ان انا ما حققت شيء المنتخب او ما سويت. نعم. احنا كنا نتكلم يا ابو ناصر سعاده المستشار يعني عن ايضا العناصر النسائيه، واحنا المشكله ان احنا يعني لحد الان ما عندنا مو مشكله ولكن يعني لحد الان ما عندنا منتخب. يعني هل ممكن احنا يكون عندنا منتخب يمثلنا؟ يعني البيئه مهيئه؟ لان بصراحه يعني جهود الاتحاد وجهود الاداريين يعني خصوصا ابو ناصر من الكوادر اللي للامانه يعني تسعى لكل ما هو جديد لفتح افاق لهذه اللعبه طبعا للوصول الى مراحل متقدمه، بالتالي وجود العنصر النسائي هو مهم. انت شلون تشوف، من اي زاويه تشوف هذا الموضوع؟ بالعكس مثل ما تفضلت هو راح يكون موضوع مهم واحنا قادرين ان احنا نسوي هاي الشيء. نعم. خصوصا ان احنا خلاص الفتره الاخيره ابتدوا ان يسوون دوري مثلا حق الدوري النسائي، كثره المشاركات حق مهمه هنا تقدر تسوي تختار افضل لاعبات اساس تقدر تسوي منتخب. بس هم تنقصهم يمكن مشاركاتهم قليله. نعم. فهذا الشيء اللي ياثر على اساس ان انت تقدر تسوي منتخب او تقدر تسوي منتخب قوي، قله يمكن الاحتكاك او قله المشاركات. نعم. فاذا مثلا صار لهم دوري مثلا بطوله دوري بطوله كاس، هاي الشيء اكيد راح يساعد خصوصا اذا احتكوا. وحتى الدوري مدارس خلينا نقول احنا خاص عام مثلا ممكن تكون البدايه من خلال دوري محلي. بالضبط، من خلال دوري محلي تقدر تستقطب مثلا محترف واحد حق الفريق. بالضبط. او محترفين اثنين، هاي اللاعبين البحرينيات يقدرون يحتكون مع لاعبين اجانب صار عندهم خبره، على اساس يقدرون بعدين حتى لو شاركوا برا يقدرون يعطون ويقدرون مثلا حتى انه يشرفون البحرين في هال مشاركات باذن الله. يعني من وجهه نظرك شلون ممكن للاعب كره السله انه يوصل للاحترافيه؟ بالنسبه حق احترافيه لازم يعني اللاعب يكون مثل ما نقول منتظم. يعني الحين الامور شوي اختلفت عن السابق، الحين في امور اكثر متوفره. ان اللاعب لازم يحافظ على نفسه، يحافظ على جسمه، يحافظ على كل هالامور. الحين حتى في اليوتيوب في كل مكان موجودة التمارين موجودة هاي، هو يعتمد دائما بس على اللاعب ايش كثر هو يبي يكون والله ما يبي يكون. صحيح. ففي الاخير هو قرار اللاعب. يعني اذا يبي يحترف يبي هاي لازم يحط على روحه، لازم يتمرن الصبح، لازم يتمرن الليل ويكون منتظم. يعني نعم، يعني احنا نتكلم عن الجانب المهاري، يعني اللاعب هو عبارة عن مهارة وايضا فكر. اليوم الكرة بشكل عام سواء كرة قدم، سلة، الرياضات بشكل عام الآن يعني أصبحت تتبنى فكر جديد. يعني في السابق كان الاعتماد كله على البنية الجسدية وعلى التكتيك الجسدي وعلى الجهد الجسدي، اليوم أيضا الجهد الذهني حاضر وموجود. بالتالي أنا أسأل اللاعب البحريني، لاعب كرة السلة البحريني مثقف هو باللعبة؟ إيه مثل ما قلت لك الفترة السابقة يمكن ما في ثقافه، ما في هالامور. نعم. اليوم كل شيء موجود، كل شيء واضح، يعني اللاعبين يحاولون يسوون حتى الامور اللي يسوونها اللاعبين المحترفين في الخارج او يمشون حياتهم بنفس الطريقه اللي اللاعب في الخارج انه يسويها. وقاعد نشوف في الفتره الاخيره حتى على مستوى البحرين يعني في كذا لعبه عندنا، في لعبه كره اليد، كره القدم، كره السله، الحين ابتدى شوي عندنا لاعبين اكثر انه يحترفون برا حق مثلا. نعم. عالميا والله. نعم. خليجيا او عربيا يعني. نعم.
كلمة توجهها في الختام للجماهير المحبة لمنتخب كرة السلة البحريني؟ أقول لهم هذه يمكن أهم فترة إن المنتخب يحتاج مساندتكم أو دعمكم. لاعبيننا لاعبين صغار، منتخب شاب، منتخب طموح، وإذا كان في منتخب بيقدر يحقق بطولة خارجية راح يكون هاي الجيل الموجود حاليا هو اللي راح ممكن يحقق بطولة خارجية حق مملكة البحرين، فيحتاجون مساندتهم. وإحنا البحرين بشكل عام يعني معروفين، جمهورنا ما يقصر، دائما يكون موجود، بس ان شاء الله يدعمونهم اكثر واكثر باذن الله. نعم باذن الله. كابتن محمد قربان، شكرا يعني على وجودك ويانا اليوم، قبول الدعوه، شكرا حياك يعني الله. على كل الجهود اللي تبذلها يعني كلاعب، ان شاء الله كاداري او كمدرب، احنا ما بنقبل، احنا يا نشوفك اداري يا نشوفك ان شاء الله مدرب باذن الله. يعني حرام ذي التاريخ وذي الجهد ذي الخبره ان هي بس تركن، يعني بالتوفيق ان شاء الله. كل الشكر لك. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات. مساء الخير. مشاهدينا، يؤثر التحليل الرياضي على تكتيكات كرة السلة من خلال تقديم طبعاً تقييم مفصل للمباريات والفرق واللاعبين. يمكن أن يساعد تحليل الإحصائيات والاتجاهات والأنماط للمدربين واللاعبين على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين لعباتهم. يا أسماء. نعم عصام، للحديث أكثر حول التحليل الرياضي لمباريات كرة السلة يسعدنا أن ينضم معنا اليوم السيد ريان المحمود مدرب كرة السلة. يا هلا ومرحبا. أهلا فيكم، رحب فيكم في المشاهدين. الله يسلمك. الله يخليك. بداية بنتكلم عن الأسس المتبعة في التحليل لمباريات كرة السلة بالتحديد. اختي، في نوعين من تحليل كرة السلة، في تحليل الأرقام اللي هي تحليل الإحصائيات، وفي التحليل اللي أنا أسويه هو التحليل بالنظر، كوني مدرب سابق ولاعب فاشل سابق دائماً كذي اتجهت إلى التحليل. فأنا التحليل طريقة اللعب. في التحليل الثاني اللي هو الحين قاعد تتجه له كل دول العالم من ضمنها مملكتنا الغالية، هو تحليل الأرقام وتحليل الإحصائيات. أنا تحليل طريقة اللعب، تحليل مهارة اللاعبين، تكتيك اللعب، هذه body language، خلينا نقول لغة الجسد بعد. لغة الجسد، أيه. لغه الجسد علم بروحه طبعا، انت اعلم اخوي، تقدر اخوي. لا بس لا مو من اختصاصي، بس جزء من انك تقرا اللاعب شلون وتفاعل اللاعب مع اللعبه. لازم يكون عندك لازم يكون عندك جزئيه منها. خليني انا اسالك الحين، يعني من ناحيه تحليليه طبعا، نظريه طبعا، لها علاقه ب يعني تصرفات اللاعب في الملعب اليوم، او شلون تشوف انت اليوم اسلوب مدربنا، يعني كيف ينعكس على اللاعبين اليوم، شلون تشوفه انت منعكس على اللاعب؟ مدربنا تشوف ذو خبره كبيره، مدرب اسباني ريكارد كاسكس، عنده خبره كبيره، درب في لبنان، درب في انغولا، درب في اسبانيا، اعتقد درب منتخب اسباني في 97 دوره البحر الابيض. اسلوبه انضباط اللاعبين جدا عالي، وهذه ينعكس على المدرب. الاسلوب الدفاعي جدا قوي، مع ان احنا بين دول المنطقه الاسيويه يمكن نفتقد للبنيه الجسمانيه القويه والطول، بس قاعد نعوض بطريقه دفاع جدا راقي بصراحه، وفي استبسال من اللاعبين. وانا دائما ينتقدوني بهالشيء، بس دائما اجيب الناحيه السلبيه. هجومنا مو متنوع، ممكن هجومنا لازم يكون متنوع اكثر. نسجل اكثر في طرق يكون اسرع لعبنا، رتم لعبنا الهجومي، بس من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه انضباط تكتيكي جدا 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 راقي، جدا عالي. ممتاز. حلو، بس خلينا نتكلم اكثر عن رايك في منتخبنا الوطني لكره السله من الناحيه الفنيه، ويعني حول اتجاهه للافضل. المنتخب والحمد لله من استلم، اعتقد انت اخذت المقابله مع ابو ناصر محمد العجمي قبل. نعم طبعا. من استلم محمد العجمي واحنا ترتيبنا الاسيوي وصلنا اسيويا 11-69 على العالم، اذا ما تغيرت على اخر مبارتين. فاحنا متجهين في الاتجاه الصحيح الحمد لله، نتائجنا طيبه، بس للحين نفتقر لبعض الامور اللي نشوف الاول 10 فرق في اسيا، يا ان يعني نجذب اطوال يلعبون كره سله. نعم. او ان نغطي هالنقص بطريقه ثانيه. هذا الشيء لحد الان احنا وان شاء الله بنقدر نسويه في يوم من الايام. طول يعني تقصد؟ الطول. انا حاضر.
انت عصام انت 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 تصلح بس مو انت انا بسميك رشدي اباض البحرين من الوسامه والطول الاثنين مو بس واحد الله يخليك الله يحافظك ان شاء الله سلمك يا فموضوع موضوع الطول لازم نتغلب عليه التفكير التقليدي لكره السله البحرينيه لازم يتغير لان احنا ما يصير نلعب نفس نمط كره السله اللي تلعب الصين واللي تلعب كوريا وحتى اللي تلعب مثلا السعوديه ولبنان لتوفر عنصر الطور عندهم احنا لازم نخرج عن الطريقه التقليديه في تجربه جدا ناجحه في اسيا هي التجربه اليابانيه المنتخب الياباني ما كان من المنتخبات المتقدمه في اسيا احسن خامات في اسيا الصين واكثر شعبيه واكثر اكثر خلينا نقول ماركه تجاريه في كره السله في اسيا الفلبين واكثر تنظيم كوريا اليابان مع ان السله اعتقد اللعب الرابع عندهم اللعب الاولى السومو والبيسبول والثاني كره القدم السله اللعب الرابع قدر انه يصعد الى الاولمبياد مو بس كاس العالم الى اولمبياد باريس 24 وتغلبوا على هاي النقطه اللي هي الطول باللعب السريع فانا ما يعني ما بي لا انت ولا الجمهور يستمل من هذه الطريقه اساس السله لان الحلق على 3 متر و5 او 10 قدم فالطول جدا مهم طبعا في فرق امريكيه وحين اليابان قاعده تسوي نفس الشيء خلت الدفاع بدال ما يدافع على حلق السله يدافع على شنو عيني اخوي اذا تدري ما تدري اكيد لان ما تتابع سله شكلك يدافع على شوف السله لا تتابع في قوس اذا تسدد وتسجل من وراء تحصل نقطه اضافيه 3 نقاط ثلاث نقاط طبعا فالاعتماد على ال3 نقاط التركيز صاير هنا على القوس اي فالدفاع يضطر اللاعب الطويل يطلع من اسفل السله يروح يدافع فوق فانت تسوي بالانجليزي يسمونه نيوترلايز او ما عينوني عقب اذا حد يترجمه ان تقدر اللي هو يعني ان تخلي ذي الوضع طبيعي او شيء طبيعي فتقلل من اهميه الطول في الدفاع وفي الهجوم هذه ان شاء الله احنا عندنا لاعبين نفس مصطفى حسين علي مزام الامير اللي حاليا موجود في امريكا من يعني في دوري الجامعات الامريكي ما لعب ويانا اخر مبارتين مصوبين ميثم جميل لاعبين مصوبين من الطراز العالي على مستوى اسيا اذا قدرنا نسرع اللعب ونخلي الفريق الثاني ما يدافع على السله يدافع على خط الثلاثيات ان شاء الله باذن الله بيكون بندخل من اول 10 منتخبات في اسيا ان شاء الله باذن الله. يعني انا بعد خلني اسال عن الخصوصيه لان انا سالت يعني ابو ناصر والكابتن محمد قربان بس ابي يعني استمع الى وجهه نظرك اليوم الخصوصيه الميزه اللي يتميز بها لاعب السله البحرين بشكل عام ولاعب المنتخب الحالي طبعا الشباب عامه اللاعب البحريني يتميز بالمهاره التصويب والسرعه وهذه مو من الحين انا اقدر اقول لك من 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 انا تابعت سله ولعبت سله ودربت سله من الثمانينات مر يمكن على مر الأجيال يعني علي إبراهيم كونو اللي أبوه كان الله يرحمه أحسن مصوب أبوه الله يرحمه عندكم في الإعلام من أوائل طبعاً هو من الرواد من الرواد نعم من أحسن المصوبين في آسيا كان يعني صوب بيد اليسار موهوب جداً في التصويب ومن بعدها ويوسف عبد العزيز وبعدين كان في شهرام ومحمد حسن ومحمد حسين وبدر عبد الله نوصل للجيل الحالي وفي واحد من أفضل المصوبين في القارة الآسيوية وهو بحريني حاليا يلعب في اعتقد نادي العربي الإلكتروني مصطفى حسين علي مصطفى فاحنا نتميز في التصويب نتميز بالمهارة العالية وفي اجيال تمر علينا سريعة وفي اجيال تمر علينا اقل سرعة بس عامة احنا اسرع فريق في الخليج مو في آسيا في الخليج احنا اسرع فريق في الخليج فالسرعة التصويب والمهارة واحنا عندنا في تشوفوا انا ما ادخل لكم في كرة السلة وايد بس في الخليج خذ راحتك اخذ راحتي اي والله أوكي. ترى هي لعبه احنا اكدنا لها شعبيه وشعبيه جارفه اليوم في البحرين وشارع الرياضي البحريني ترى مثقف جدا يعني نعم. في كره السله في كره السله طبعا اكيد فخذ راحتك يعني كره السله في البحرين عندنا وعامه ليش كره السله شوف كره السله وايد ياثر عليها العنصر الامريكي لان هي اللعبه تسويقيا جدا قويه في امريكا في دوري الرابطة الأمريكية الوطنية اللي هو الـ NBA جدا دوري مشهور اللي لعب فيه مايكل جوردن لعب فيه لبرون جيمس لعب فيه كوبي براينت نتابع سألك الله من أيام فريق الأحلام ما شاء الله 92 وهذا الفريق اللي فجر شهرة كرة السلة عالميا مايكل جوردن ماجيك جونسون لا تتابع شكرا تتابع أخوي عصام صراحة بلانتك سامحني الله بلانتك سامحني فواحد التأثير الأمريكي وايد أثر الاحتكاك بالأمريكان نفس الشيء الفلبين وجود الجاليه الفلبينيه في البحرين وايد اثرت وتشوف المناطق اللي انا بعطيك المناطق اللي السله فيها في البحرين لها شعبيه العاصمه اللي هي المنامه انت ذكرت الحد مو بحين
الحد في الثمانينات وحتى السبعينات راس رمان الحالة. ليش؟ ملعب كرة القدم عود في مناطق ما كان فيها ما فيها المساحة الكافية بسبب الكثافة السكانية، المنامة، الحالة، راس رمان، كان حتى الحد قبل الدفان، قبل نعم. إذا أنت من الحد مساعة كلمتني كانت نعم. ليه قبل أم الشير بس ليه شمال إحنا نسميه نعم. ليه النخل اللي حاليا موجود، فما كان في مساحات عودة. فشي يسوون الصغار يلعبون سلة لأن الملعب صغير نعم. وتقدر وكرة القدم الملعب تأخذ في 11 تأخذ في سلة تأخذ في 6 السلة تقدر تلعب هو اللعب الرسمي 5 على 5 بس تقدر تلعب حتى 1 على 1 لأن الكرة تكون في يدك وتسيطر عليها. فهذه في هذه المناطق اللي في البحرين اشتهرت كرة السلة أكثر حتى داخل البيوت داخل البيت يحطون الحلق نعم. الحلق. وأنا بقول لك شيء أختي ما دام وأنا فخور أن أكون وياك وأنا فخور مو بس نعم. بيتش بكل مرأة بحرينية نعم. والعنصر النسائي في البحرين. شكرا. السلة يقدر حتى في مهارة التصويب السنة في مباراة هذه بقول لك هاي هالكلام حتى احنا سلة الآنسات ترى مو عندنا من الحين من الثمانينات وكان دوري جدا قوي في الثمانينات للأسف توقف في التسعينات ورجعنا على إذا ما على حسب ما أتذكر في 2001 بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه رجعنا وحين عندنا منتخب قوي في بعض الآنسات والبنات يصابون افضل من الرجال. السنه في مباراه كل النجوم في امريكا السنه كانت المباراه في ولايه انديانا عندهم يسوون مسابقه اللي احنا نسميها الدنك اللي هي الرميه الساحقه اللي تعلقون في العلق ومسابقه الرميات الثلاثيه. ايش سووا؟ جابوا افضل لاعبه من فريق من دوري الانسات او دوري النساء نعم. ولعبت ضد افضل مو البطل بعد افضل متصوف في العالم حاليا اسمه ستيف كاري وتغلب عليها فرق نقطه واحده بس فرق رميه واحده ما شاء الله. دليل ان يعني السله بسبب التصويب ممكن حتى المراه تتالق فيها واحنا هنا يعني عند في امثله كثيره اي طبعا في اسيا وان شاء الله في البحرين نعم طبعا. انا وين تفرعت عن موضوع المنتخب دخلت في المراه بنرجع نتكلم عن ابرز النقاط الفنيه اللي ممكن نضيف لانديه او محبين كره السله البحرينيه وللمنتخب بالتحديد. احنا منتخبنا الحمد لله قاعد يتطور التطور يمكن مو بالسرعه اللي حبها الجمهور لان الجمهور متعطش وانا بقول لك وحتى الله يحفظه رئيس لجنه المنتخبات متعطش للقب. نعم احنا السلة البحرينية على مستوى الفريق الاول تفتقد الى الالقاب بطل الخليج بطل اسيا. على مستوى الاندية عندنا القاب اقليمية وخليجية. على مستوى الفئات السنية احنا مسيطرين يعني السنين كنا نسيطر في الخليج نعم. يعني فالجمهور متعطش الى لقب بس انا اشوف هذه التعطش الى الانجاز قاعد للاسف يضرنا. انا اعتقد اتحاد كرة السلة وهو يرسم خطة كرة السلة البحرينية لازم يفكر في شخصين. واحد وهو اللاعب. من تأسيس اللاعب ليه ما يوصل فريق الأول وإن شاء الله يمثل المنتخب أو حتى يحترف في البحرين أو خارج البحرين. بإذن الله. اثنين وهذه احنا يعني سامحوني حاليا عاملين في اتحاد كرة السلة هذه النقطة رجعت للوراء في آخر يمكن 10 سنوات. السلة أهم شيء في مسابقات كرة السلة ترى مو المستوى الفني التسويق. السلة ملعب كرة السلة لازم يكون ترفيه للعائلة كاملة. لازم يكون الأمريكان يسمونه experience أو تجربة ترفيهية. هذا الشيء احنا عندنا في بعض المباريات انت ما اذا تتابعون اذا تشوفون بعض المباريات يكون موجود كل العوائل موجودة خصوصا نادي المنامة نادي الأهلي نادي المحرك حتى الفرق اللي تقدم استعراضات نعم هذه جدا مهم جدا مهم. انا يعني انا مو من محبين الموسيقى ولا من محبين الرقص بس بسبب حضوري مباريات كره السله خصوصا في الولايات المتحده شفت اكبر المغنيين واكبر ذي في مباريات كره السله يعني ما حضرت حفلات. فالجانب الترفيهي هذه لازم والجانب التسويقي لازم يركز عليه الاتحاد ولازم نركز على الفرد اللاعب يمكن هذا الشيء بيوصلنا للإنجاز أسرع من التفكير في الإنجاز. أحسنت. البناء يكون المشاهد واللاعب. أحسنت. نعم.
السيد ريان المحمود مدرب كرة السلة، كل الشكر لك وحياك الله ونورتنا. ما قصرت، الله يسلمك. مشكورين واستمتعنا جدا بهذا اللقاء. الله يخليكم وانا بعد، وان شاء الله تجمعنا لقاءات مستقبليه باذن الله، ومع انجازات يعني ان شاء الله لها علاقه بكرة السلة في البحرين. مشاهدينا، ومع هذه الفقره نكون وصلنا لختام ساعتنا في مساء الخير. نشوفكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد. مع السلامه، في امان الله.